مرشحنا المواطن الحر عبد المجيد تبون هو ابن الجزائر وأيضا مناضل، واستجاب لنداء الواجب الوطني للجزائر ويحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين والشباب والمرأة، وأثبت ذلك في العهدة الأولى. ووراءه أيضا أحزاب، وأتكلم عن الأرندي وحزب وازن بألاف المنتخبين ومئات الألاف من المناضلين. إذن هذه كل هي لمشروع البرنامج للسيد الرئيس، وهذا الكلام الذي نقوله نحن وازنين، لكن لا يمنعنا أبدا أن نذهب بدون غرور إلى مواطنينا، إلى الشعب الأبي، لإقناعه بالمشاركة للجزائر وإقناعه بمشروع البرنامج الذي يقدمه المواطن الحر عبد المجيد تبون، الذي حتما كما قلت له عدة أهداف كبيرة وقوية من أجل جزائر آمنة مستقرة مزدهرة، وتنتقل من طريق النمو إلى دولة نامية.